اللي واخد عقلك. يبقى هنيالك يا توحيدة. والنبي ايه؟ ما كانش يا اخويا ده بقى حال. عندك حق. ما هم قالوا خدوهم بالصوت لا يغلبوك. ليه يا ساحر؟ هو انا ظلمك مش حاسه؟ يا ريت ظلماني. ده انت مسلسلاني. مأيداني من جوه ومن بره. مش قادر ابعد عنك. لا يمين ولا شمال. اخصى عليك يا حسين. قد كده مليان مني. انا مليان من عيشتي كلها. كل حاجه هنا بتخنقني وتكتم على نفسي. ولو فكرت اهج واسيب البلد ابقى قليل القصر جاحد اناني. انت غلطان يا حسين. طبعا غلطان. انما ابويا اللي خلفني واشتراني مش غلطان. والست امي اللي مستفقراني ونازله داويه على وداني مش غلطانه. وانت انت كمان زيهم. عشان عارفه اني بحبك ربطاني جنبك. حرام عليكم. خفوا عني شويه. اعتقوني. ده انا دم ولحم. حاضر هنعتقك يا حسين. توحيده مش قصدي اجرحك. توحيده توحيده تعالي هنا. اسمعي الكلام وتعالي هنا. انا ما اتهديتش كده. تروحي مني فين يعني؟ مالكش دعوه يا حسين. حرمت يا بيه. وتوبت إلى الله. وتوبت إلى الله. واللي يقوله حسين ما ينزلش الأرض. واللي يقوله حسين ما ينزلش الأرض. وإن ربنا فوق وهو تحت. وإن ربنا فوق وهو تحت. وإن مهما يحصل ملناش غير بعض. مهما يحصل ملناش غير بعض. مهما يحصل ملناش غير بعض. وإن ربنا يوفقني وأسافر بره وألف العالم وأحقق أملي. من صغر السن حمام البن يناديني ما عشقتش حد لحد ما خد قلبي وعيني. ضحاك السن صغير السن عشقته بجد 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 بجد. الحب ملوش غاية ولا حد. قلبي معاك. يا
القلب ما كان باكي واقف وبغني في شباكي. من بعد القلب ما كان باكي واقف وبغني في شباكي. انا قلبي الصبي عاشق والنبي شرقي غرمي ابعدي غرمي. انا قلبي معاك وعيون الحب بترعاكي بترعاكي. نعمي في درعيني وحوطيني وحوطيني. انا ضيع عيني يا منى عيني يا منى عيني. نعمي في درعيني وحوطيني وحوطيني. انا ضيع عيني يا منى عيني يا منى عيني. نعمي في درعيني وحوطيني وحوطيني. انا ضيع عيني يا منى عيني يا منى عيني. نعمي في يا سعيد. اهلا يا ست عزيزه. ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ الله يحفظك. انا هتعبك واطلب منك معروض صغير، احنا ملناش في البلد غيرك. ما تقولش كده يا سعيد بيه، ده انت الخير والبركه. عيش سن. نعم. بيني وبينك الظاهر رمرمت شويه، السكر زاد عليا. الف سلامه ليك. ممكن تعمليه شويه على قدي؟ ده انا وكل البلد كلتها منه علشان خاطر عيونك. تعيش يا ام توحيده. امال هي فين؟ بتوزع في العطارين وزمانها جاي، اول ما توصل اكون جهزت لك طلبك وهبعته معاه. هتلاقيني عند المعلم خميس بشرب شيشه. الكازينو ده هو اللي عملني وهو اللي عملك، وكلام تاني ما عنديش. لكن انا بقى عندي كلام تاني. سمعته قبل كده وما عجبنيش. يابا فهمني، تقدر تقول لي انا مستقبلي ايه؟ مستقبلك زي ابوك، اللي ورثته قبلك هتورثه بعدي. واليافطه اللي علقناها دي بطفح الكوته مش هتيجي انت على اخر الزمن تنزلها بتخاريفك. دي مش تخاريف يابا، ده مستقبلي. مستقبلك على الارض مش في البحر، موجه توديك وموجه تجيبك. طب سيبني اجرب. انا عارف كويس انا اقدر اعمل ايه. انا اعرف اكتر منك. واما رجلك تعبت بالبحر ما ترجعش كده. خش شوف شغلك. انا تعبان ومش عايز اغلط في الحساب ولا فيك. حسين. اهلا يا سعيد. حسين تعالى. الواد ده دايما مفور دمي. ما هو ده سن الفوران يا خميس يا اخويا. ما كنا قد وما كناش بنعمل كده ليه؟ احنا خلاص راحت علينا بقى. فشر. احنا كل ما بنكبر كل ما بنعتى ونحلو زي الخمره اللي في البراميل. ده كلام بنعزي بيه روحنا. لا يا شيخ. طبعا ظاهر كده يا سعيد اخويا. وضب لي شيشه يا مصطفى. تعرف امبارح حصل ايه؟ ايه؟ اربعت 50 فرنساوي وعينك ما تشوف الا النور. ايه؟ بقيت اتطوح زي الفرخه الدايبه. الله، انت مش معايا على الخط ولا ايه؟ انا الخط بتاعي عطلان. انت اللي الكابل اللي في نافوخك ما بيجمعش كويس. ايه نقطني بسكاتك كده. طيب يلا بينا على بار جورج نفرقع 2 رغاوي. يعني ما لقيتش غير البار اللي قدام فرن ام توحيده. انت يا جدع انت معقد ليه وهتعقدني معاك؟ انت اجرمت. امها ما بتشوفني بركبها 100 عفريت. هي حره في عفريتها واحنا كمان حرين. هي لا عندك حاجه؟ لا انا اللي ليا حاجه عندها. تبصي على لا ايه؟ لا ما مفيش. دنا دنا مالك ارتبكت كده ليه؟ لا ابدا. 20 38 25. 25 عفريت لما يركبوه. مينا ايه قلبك عليه قوي؟ انا مش فاهمه بس هو عمل لك ايه عشان تدعي عليه؟ عملوا اسود من يوم ما شفته يا نينا.
لا احنا لينا دعوه بيه ولا هو له دعوه بينا. مش مريحك وبسلامته عمال يلف حواليك علشان تدفعي له تمن الهباب اللي قاعد يشربه ده. حسين انا بدفع له حاجه؟ لا اسم الله، اظن بيدفعهم من 10% اللي بيديهم لابوه. طب قفلي بقى الموضوع عشان الحق سايبيه. اسمعي، ما تطلبيش فلوس من سعيد بيه. حاضر. حتى زداكي هو تعززي. حاضر. فهماني؟ حاضر يا نينا. يلا ما تتاخرش يا واد. حاضر يا معلم. يا نهار مهبب، معلمك ايه علينا؟ هتعمل ايه؟ انت مالك مرعوش كده؟ انا ماليش دعوه بيك، اسلك انت. انت مش ناوي تعال ولا ايه يا واد انت؟ انا عمري ما كنت مجنون وانت عارفه كده كويس. هو في عقل يعصي بنت على امها؟ ما هو اسمحي لي كمان يا ست عزيزه، مفيش ام بقى تقف في سكه بنتها. لا انا عارفه سكتها كويس، وميت مره قلت لك ان انا هضرب مصلحتها، وانت لو قلبك عليها تعقلها مش تميل بختها. انا ده لو نفسها في لبن العصفور هنحت الصخره واجيبه لها. لما تجيب وتبقى حمقتك لها معا، انما دلوقتي تبعد عن طريقها يا حسين يا ابن خميس. وان كنت فاكر بقى اني ما وراهاش رجاله فامها راجل. انا بهديك للسكه اللي هتنجيك. وحط عقلك في راسك، توتو مش هتكون لك ابدا، فاهم؟ ما تديني ودانك شويه يا حاج. ايه بس يا شلبي؟ زي النهارده زوربه هتعدي على اسكندريه. مين زوربه دي؟ المركب اليوناني اللي بيشتغل عليها الواد ياني. ياني استفرو اللي كان ابوه فاتح بقاله في المنشيه؟ اسم الله عليك، لما البيره تشعشع في نافوخك وتجيبك على الخط. وده هيقدر يعمل لنا ايه؟ تخون والبسطرمه والانشوجه اللي كنا بنجرها منه علاوله. مش كفايه يا شلبي؟ ما احنا هنشوفوه برضه. ايه يعني؟ هنعمل له ايه؟ هيغدينا واحنا هنعشوه. يا سيدي. وهو كله بحسابه. ياني ده واد جدع واحنا هنكون اجدع من اللي خلفوه. قلت ايه؟ ما تصبر عليا يا شلبي، الحكايه اصلها مش قفش. مش ده الحل اللي بندور عليه من زمان؟ قربنا منه هنرخرخ. لا انا ما رخرختش ولا حاجه، بس ايه؟ مش هين عليك توتو؟ سرحانه فيها زغلوله؟ في الدنيا سعيد بيه. انت فين والسرحان فين؟ يعني احنا هنفضل صغيرين على طول؟ من صغرك كنت عقلك كبير، اجدع من الرجال عقلها طائق. ما تكبرش الحكايه يا خميس، انت اصلك بتتلكك لحسين. ما عندك توت اهي من يوم المرحوم ابوها ما مات وهي محضنه على امها، لا فكرت في نفسها ولا سابتها. ايوه يا عم خميس، بس برضو في فرق من البت والواد، ولا ايه سعيد بيه؟ ما انا لسه بقول له ما توقفش في طريق الواد، خليه ياخد حظه. اهي توت اهي، لا لها في الطور ولا في الطحين، انا راضي بحكمها. انا متاكد هتقول يسافر. لا ينصر دينك يا شيخ. لا يعني انا قصدي ما يصحش يسيب ابوه يسافر. ايه ده انت هتدوزه كمان يالا؟ لا معلش يا عم خميس، لحسن سايبه الفرن لوحده عن اذنكم. خد يا توت. في يا سعيد بيه؟ فلوس العيش في بيتها. الله، سلام عليكم. خدي بس. وصلت وصلت. بنت تساوي تقول لها دهب، ربنا يحرسها لامها. على فين استان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يكفيك وشر النايمين. انت خارجه؟ لا ده انا كنت رايحه الحمام. وهو الحمام بيلبسوله ولا بيقلعوله؟ انت اللي صحاه. الحب. ليه يا شيخه؟ انت لا بتحبي ولا تعرفي الحب عمرك. كفايه عليا، ربنا رزقني ببنت خالها عقلها عصافيري. معلش بس قلبها مش مقفول زيك. انت فاكره ان في رجاله بتحب بصحيح؟ حسين بيموت فيا. اصحي يا توتو، انت ماشيه في سكه مسدوده وبرضه مصممه تمشي فيها. انا ما اقدرش استغنى عن حسين. طب اتلمي يا بنت الناس، لا تقعي في شر اعمالك. النهارده عيد ميلاده ولازم احتفل بيه. كل سنه وهو طيب. طيب سلام.
تبقي فاكره يوم ميلادي وانا نسيه؟ انت بتنسى حاجات كتير. واللي بينسى تحبين؟ اسمتي؟ قال ايه اللي رماك على المر؟ قصدك اللي رماك على الفقر. يا واد انا الفلوس ما تهمنيش، بس من غيرها ما تسيبيش. انا يا سحس، مش ده اللي محجر قلب امك عليا وفاكراني طمعان فيكي؟ طب وانت يهمك ايه؟ رايي ولا رايها هي؟ عهد مين ده؟ عهد الله. البنت سعديه اللي ساكنه في كرموز بتحتكم على 3 ار ومجرس وراكبه خنزيره اخر موديل. الله، وانت مالك بيها؟ ليلاتي ترابيزتها عندي في الكازينو ما تقفلش اقل من 8 ورقات، وبقيت ال10 بقشيش. قادره وبستغل العنيه. مستنيه اشاره مني اركب الخنزيره والم غله الباقيين. وايه اللي حايشه؟ ما انت قلتيها، اللي رماني على المر. يا حبيب قلبي يا ساحس. حسين توحيدة، توحيدة ما تخافيش توحيدة، أنا جنبك أهو. تعالي امسكي، امسكي في الملكة. مش قادرة، تعالي مش قادرة. امسكي سيبتي ركبي يا توحيدة. اصلي ما بعرفش اعوم يا حسين. تقومي تغرقي في شبر ميه. اصلي عبيطة. انتي ايه مالك؟ ايه ده؟ ما كنتش اقدر اسيبهم عليك، كانوا بيشربوا ميه. انت كنت قاطعة النفس وانا كنت ميت من الرعب عليك. صحيح يا حسين، انت مخونان يا توحيدة. عمري قصدي صحيح اترعبت عليا. عمري ما حسيت بالخوف زي الليله دي. طب اطلع بقى عشان البس هدوم. طب ما تلبسي حسين. الله، ده انا اللي حسين. وبعدين بقى اطلع بره. حاضر. بس على فكره ايه يا مجرم؟ حلوه بس يا سرحان. في ايه؟ في اللي جاي. اللي جاي خير يا حسين. مين عارف؟ روق. انا خلاص راحت عليا. بره وبعيد، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ده انت طول عمرك نورتنا وفلتنا. الله يطمنك يا ست عزيزة، وانا اللي كنت قاطع الامل وبقول يلا حسن ختام. بعد الشر على عمرك يا اخوي. ليه؟ هو انت برضك مش من دور المعلم خميس؟ خميس؟ ده نوع عليه وانا لسه في اللفة. ايه اللي بتعمل ايه ده؟ حقك يا سعيد بيه، احنا مش متفقين ان كل يوم 5 في الشهر ادفع لك قسط من الدين اللي صلحت بيه الفرن؟ يا ست عزيزة، البازار كله تحت امرك وصاحب البازار كمان. لا والنبي، انت ما ترضاني بكده ابدا. ايه ده كل دين وله سداد. هو انا طالبتك بيه؟
مش يمكن انا معلقه علشان ما نقطعش الود عن بعض. واحنا هنروح من بعض فين؟ شيليهم يا ست عزيزة، راجل وحداني زي ده هيفضل الفلوس، ولا الفلوس هتملى عليه البيت. البحر نايم نايم والله نفوت وفوت قطف قطف. ما تعالي يا سلبي، انا هني اهو يا ابني اهو. انزل يلا يا ابني، حلوه حلوه. انزل يلا. هاو ار يو؟ فيري ويل ثانك يو. يخرب حالك، ده انت يوناني. اقول له ايه؟ تكنس كلا. معايا اللحم الابيض المتوسط. انزل يلا، انزل. اطلعلك اطلعلك. انا جاي. سلبي سلامي سلامي. الحلوه حلاوته وحلاواني كبس وحطان حلاواني. الحلوه حلاوته وحلاواني يا بتاع توتو، يا بتاع توتو. الحلوه حلاوته وحلاواني كبس وحطان حلاواني. اهو عدوا بالعافيه، عدوا بالعافيه. تعالى يا ابني، تعالى يا ابني، تعالى يا ابني. سيبوا يلا. ظروف ظروف كان ناسف معايا كتير، فانا رحت كلا. بقى انت رحت كلا وتسيبنا احنا هنا بكلا. طول عمرك تعبان يا سلام. وزي ما خالي ومريكا. اخ 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 يا حسين، فكرتني. ايه؟ قالوا لي سلم على حسين كتير كتير. الله يخليك. وهات منه 16 قرص. بتوع ايه دول؟ بتوع البصيرمه اللي عليك. بصيرمه؟ اديله بالصرمه حسين. البصيرمه بصيرمه بسواخ وبستير هنا مسفخ. المهم يعني احنا عايزين منك خدمه صغيره. يا سلام، من ايناي البرانيين دول؟ انت قاعد معانا قد ايه؟ ايه ده حسين؟ هو ام زهقتوا مني؟ يا ابن الخواجاية سلبي سلبي سلبي، ما تسيبش. فتح مخك وخليك ابن بلد امال. انا مفتخ. طول ما انت قاعد هنا معانا احنا تحت امرك. خل خل، اول ما نحط رجلينا على المركب انت تحت امرنا. خل عموس خل. ليه بس؟ استنى، انا سام ريحه خاجة موس كويس. طول عمرك شمام يا راجل يا بطيخ. انت راجل يقرع. الو موم، احنا اخوات ونخيب ونخدم بعض. تسلم يا امي. بيت يا توت، ايات ال 10000 بتوع مصريع. ياه، ده ماله زحمه قوي الليله دي. الله، ده جو قاعد هناك اهو. اروح اودي له معيش. اسلمي يا بنت يا حسن. قولي لي، هو بطل يخاف من خالتي ولا ايه؟ ما سالتوش. طب والنبي بيسالي يا دمك يا سن. الله، دول باين عليهم قايمين. امشي انا بقى. الله، وانت ايه اللي عفراتك بس؟ عشان الحق ابيت على عزومه السمك بتاعت بكره. رايحه فين؟ مالكيش دعوه. رايحه فين يا مجنونه؟ مش هتاخر. توتو، على فين يا جميل؟ الله، ما تعبرونا يا خال، ولا احنا مش قد المقام؟ وبعدين بقى والمرسي اخر طعمه حتى وانت مكشر. انت هتسوقي فيها ولا ايه؟ ايه بقى، مش مالين عينيكم انتي؟ اللي عطاك يعطينا يا سيدي. انت الظاهر عايزه تنضربي. لا، احنا نتضرب بمزاجنا بس، انما ساعه الجد نعور. مالك يا حسين؟ أنا أصل عازم جماعة أصحابي على أكلة سمك ورايحة بيت عليها. وهو ده اللي مزعلك ولا يهمك؟ خليها علي أنا. أوبا، حاسب. أيوه، ما تحاسب يا جدع. أنا فعلا عايزك معايا يا توفيق، خليكي معايا.
يا راجل هات، احنا بيحوق فينا غير ميه النار. بقول لك دي خمره اسبانيولي، عارف يعني ايه اسبانيولي؟ اسبانيولي اللي بيصارعوا التيران. ياخدوا كاس من ده نص ساعه قبل الماتش، وبعد كده عينك ما تشوف الا النور، تلاقي الطور راسه في الارض ورجليه فوق. يا سيدي هات نشرب كاسين وبعدين نحلها الف حلات. يا خميس مش هتتحل، هتتعقد زياده. تسمح تقول لي هتعمل ايه لو اشتغلت معاك؟ ها هشربها وقبل ما تفوت النص ساعه هنزل اتصرف لوحدي. يا خميس هات بقى بلاش عند، انت حر. بعد نص ساعه هتلاقي راسك في الارض زي الطور. اشهر ده انا الاسبانيولي. لا كاسك هات. لا 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 خليني في اللي انا واخد عليه. يا سلام. ها طب العب العب قبل ما تتوي. دش العب. يا خميس دي شيش تتحط هنا يا خميس. ايوه صح انت صح. يخرب عقلك خلصت الازازه كلها وخلص ابوها. الله الله يا سعد. نعم انت عامل اضراب عن الحريم ولا ايه؟ اسم الله عليك يا سبع البرومبا. وشرفك مهدينا للواد حسين، خفت عليه من مرات الاب. انما انت بقى علتك ايه؟ درويش ولا حالف على صنف النساء؟ الصراحه لا كده ولا كده. انا كل ما اكبر كل ما ندم ان انا ما خلفتش ولد يورثني. وايه اللي حاجك يا بيضة؟ ما انت عارف يا خميس ما اتجوزت من 20 سنه وما خلفتش. بقى الجمال والطعامه دي تموت في طيس عشان خيبت مره واحده. انت عاوز الحق يا خميس. انا ناوي اتجوز اليومين دول، بس كلام بيني وبينك. بيني وبينك. بيني وبينك كلام وش وصله لامك يا سعد. اهلا. هي اشتغلت. احنا بتوع مزرعه التيران. طب اتصرف بقى يا وحش. اتصرف ازاي بقى ما الدنيا قليله؟ اتصرف روح بيتكم. لا ايه انا رايح اسرع التيران. ايه يا سلام. انا بتاع التيران. انا بتاع التيران. انا بتاع التيران. خميس خميس راح فين يا خميس؟ خميس يا خميس ارجع. خميس انا راح اسرع التيران. تيران يا انا راح اسبانيا اسرع التيران. سيبني سيبني يا عيني. تعال 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 تعال. ايوه ايوه. النار يا بيت انتي مش حاسه بيها. واخدين عليها يا ام قلب بارد كاتك ضربه. ربنا يكفيني شرها. انا كده يا اختي حرة نفسي. يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. لو كنتي تعرفي كنتي عملتي زي هبله. خلي بالك من الصينيه جابت يا حسنى. اوعي تلقيها بحنيه مش وش عليها. طب مين دي يا بيت؟ عاملاها لحسين واصحابه اللي عازمهم. وادي عرفه. طب اتلمي بقى احسن خالتي قاعده بره ولو عرفت هتحط لك فيها عمال. ايوه يا ست توتو. خد. نعم الصينيه دي لحسين في الكازينو. ها حاضر. ولو المعلمه سالتك قول لها بتاعت بتاعت بتاع سعيد بيه. حاضر. يلا واد اجري بسرعه. عيني يا معلمه. ما بلاش لما. حاضر. يا بختك يا حسين. قروا بقى نقوا. عرف واد يا عرفه ولا. نعم يا معلمه. بتاعت فين يا واد الصينيه دي؟ بتاعت سعيد بيه يا معلمه. طب ما تغيبش احسن الخميره تنشف. حاضر يا معلمه. صباح الخير يا ست عزيزة. اهلا اهلا. يا صباح النور يا سعيد بيه. يا مصيبتي يا مصيبتي. سعيد بيه وصل. انكشفنا انكشفنا. اتفضل. ده الواد لسه رايح لك بالصينيه. صينيه ايه؟ صينيه السمك لسه طالعه من الفرن. طب ما انا عندي فرن بوتاجاز في البيت يا اختي. ها بنت يا توت. يا مصيبتي
روحي لها انت قولي لها ايتها مش فاضيه. وانا مالي يا اختي؟ عشان خاطري يا حسنى. هو انا اللي بحب ولا انت يا شيخه؟ روحي. يا بنت يا مقروصه. ايوه يا خالتي، انا المقروصه يا خالتي. بتاعت مين يا بنت الصينيه اللي طلعت دلوقتي دي؟ صينيه؟ الصينيه اللي طلعت دلوقتي؟ ايوه يا بنت، بتاعت صاحب نصيبها يا خالتي. طب روحي شوفي شغلك. حاضر يا خالتي. يا ستي ربنا يجعلنا من اهل النصيب. هو النصيب تايه عنك يا سعيد بيه؟ يا سعدها اللي انت هتبقى من نصيبها. تفتكري كده؟ ما تاخذنيش يا سعيد بيه، ايه اللي مقعدك عزبانجي لحد دلوقتي؟ والله خايف يا ست عزيزة. من ايه كفل الشر؟ يقولوا عليها مكحكة. انت بتخزي العين عنك ولا ايه؟ يعني لو خبطت على بابك ما تكسفنيش؟ انا ما هو انت صاحبة الامر والنهي. سعيد ليه؟ عشان ما ظنكيش فكري. خدي رأي توتو برضو وعزميني على القهوة عندك الليلة. تشرف يا سعيد بيه. نزلك بس وانت متهوي. وانا حرمة عشان اقعد في البيت؟ اوعى اوعى كده اوعى. اللي هيجنني لغايه دلوقتي ايه اللي طلعها في مخك تنزل الميه؟ ده انت عمرك ما عملتها. كنت بصطاد سمك وقعت في الميه. في حاجه دي؟ لا مفيهاش حاجه. طيب اشرب حاجة سخنة عقبال ما ارجعلك. على فين؟ لا رجعلك يا ابني رجعلك. والله ما على قول التيران لو صرحت التيران. صباح الخير يا توفيق. صباح الفل. قرب عليا يا سحس. ايه المناسبة؟ امي هتتجوز. لا بقى، يبقى هي احق بالبوسة دي اهو. يا دمك. خلاص يا سحس، ما هيبقاش في حاجز بيني وبينك. ومين المنقذ ده؟ سعيد بيه على سن ورمح. مش معقول. احنا ما ناخدوش رجاله اللي على الفراز. عقبالنا يا حسين. ما تفرحيش قوي كده، لما امك هتتجوز غني هفتقر انا اكتر في نظرها. الله. ايه يا اخويا ده؟ قول يا سحس، انت معايا ولا معاها؟ يا توحيده، مش هو ده حل الموضوع. العيب فيا انا. انا راضيه بعيبك يا سحس. بس انا مش راضي بقى. هو يعني مفيش حاجه هترضيك الا سايبانك البلد؟ يا توحيده، انا عارف نفسي كويس، مش هيعدل حالي غير البحر. البحر رزقه كتير بس اللي يقدر عليه، وانا عارف ازاي اقدر اكون قرش منه. انت مش مسافر عشان تكون نفسك، انت يا اخويا مسافر علشان تمتع نفسك. بايه؟ بالغربه؟ وهي الغربه مفيهاش بنات ولا ملاجيع في كل مينا؟ انا مفيش في مخي غير مستقبلي وبس. مستقبلك يعمله معايا هنا يا حسين. طب ازاي؟ ده كار بنورثه لبعض ابا عن جد، ويوم ما تلعلع قوي حورس الكازينو ولمع الترابيزات للزباين. يا فضحتي، انت بتستعر من اهلك يا حسين. يا ست، انا لا بستعر ولا بتشرف، بس مش لاقي حد يقف في سكتي بقى. يعني انت مش هين يا حسين؟ يوه، انت مش عايزه تفهمي عربي ولا فرنجي؟ توحيده، لو مشيتي مش هكلمك تاني. يا اخويا اتعدي انت كمان. توحيده، الراجل يقول علينا مسروعين. مسروعين ده ايه؟ لا بقى، احنا فاهمين قيمه روحنا كويس قوي. ناكل صحيح لكن ما نبحلقش. يعني لو كان قال عليك ولا على توتو مش كان خف الحمل من على قلبي؟ تجلى على الله يا خالتي، ده راجل حويب، ما كيفتوش غير المعلمه. هنعدل عليه. يوه، امر لله. واللي خلق الخلق، انا لو راجل معتقي. اتفضل. عيني عليكي بردة يا ست عزيزة. ما تزودهاش امال يا سعيد بيه. كلام جد ولا بتغزي العين؟ طول عمرنا كده يا سعيد بيه، من حبنا حبنا وصار متاعنا متاعه. وانا حبيتكوا قوي يا ست عزيزة.
يبقى تخلي وكيلك ربنا اللي عالم بالقلوب. انت عاوزه الحق، لو ايدي طول النجوم لفرشها لكم على الارض من الفرن للفيلا. ما يكترش عليك حاجه يا سعيد بيه. طلباتك يا ست عزيزة. يوه، أوامرك أنت إيه يا سيد الرجالة؟ أنا مش مصدق وداني، اورسيني عشان صدق. عشان تصدق برضه يا سعيد بيه؟ وغلاوتك عندي بتكلم جد. هي الواحدة مننا هتلاقي راحتها إلا فرحة راجلها قبل ما يشوفها قراب تشوفه هي 24. والله والله لولا العيبة لتجوز البيت وأمها. يوجتك إيه؟ قصدك الام وبنتها. هو مين فيكم اللي جه الاول، البيضه ولا الفرخه؟ في ناس بتقول البيضه وناس بتقول الفرخه. انا بقى بقول الفرخه، ولو ان رايد البيضه. وانا كمان بقول البيضه، ولو ان يعني كنت فاكرك جاي للفرخ. لا واحد يانين بس، واحد من سن من توبي. قصدك فقري ومتعلقه بواحد فقري زيك؟ فقير بيحبني احسن من غني بيشتريني. والله نكته صحيح ان واحد زي سعيد بيه يبقى شاري واحده زيك انت. هو ده انه داخل عليا بفلوسه مش بقلبه. انا يانين ناقصني قلب مش خزنه فلوس، ناقصني ايد حنينه احط ايدي فيها نبني حياتنا سوا. بس يا خساره الايدين الحنينة بتهرب عندها الصبر. يا خسارة يا خسارة. خدني يا حسين، خدني. أليك سيبنيش، ما سيبنيش تاني يا حسين. زعلانة؟
هزعل على حاجه من حقك؟ انت ما غصبتنيش. بس انا هسيبك واسافر وهترجع لي. عارف ليه؟ عشان انا خلاص بقيت مراتك. وهتستنيني بكل حبي وقلبي وعقلي. وانا احلف لك يا توحيده بنور عينيا اني هرجع لك. هرجع لك لما يكون اخر يوم في عمري. هتكتب لي يا حسين؟ هيكتب لك دمعي وشوقي وحبي. هتوحشيني يا توحيدة. يا حسين يا جدع يلا الله. خلاص ابتدينا فصل الندامه. خطه بقى يا معلم، عقله في راسه يعرف خلاص. ما هو اللي فلقني انه ركب عقله. لو شرق هقلبه على الغرب، ولو غرب هيقفله على الشرق. يعني كانت عاجبك قوي قعدته هنا؟ هو هج اللي من دقته. ما احنا اهو عايشين في بيوتنا ما غربناش فيها، مفتوحه بناكل حلوه، مقفوله بنصبر على مرها. اي والله احنا اللي عشنا في خير، لكن يا حسره قلبي بقى على شباب اللي ما شاف منها غير نارها وخرابها. ولو اللي يتخلى عن اهله في ازمته يبقى ابن حرام. سلامتك من عيبه يا معلم، بكره يرجع للسلامه وكان يا دار ما دخلك شر. بكره عايشين البكره. طالبينك على التليفون يا معلم. عن اذنك يا معلم. خير اللهم اجعله خير. الو الو. ايوه تمام. مكالمة من بره؟ مرسيليا؟ أنا ماليش حد في مرسيليا. حسين؟ ابني؟ أنا ماليش ولاد، أنا ماليش ولاد، بقولك ماليش ولاد، وادي التليفون أهو. أهو أهو أهو. الله. لا 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 لا، ما تصلي على النبي، مش معقول كده. الناس بيكلمني من بره، واديني شهر قلبي محروق عليه. طب ما تعملش في روحك كده، لما تقع ما حدش هينفعك ولا، هات كوباية مية للمعلم. لا يا معلمة. شهر ونص دلوقتي ولا حس ولا خبر. خلاص شيليه من دماغك بقى وريحي نفسك. شهرين تقولي عليها بصربعك. تكونش توتو ملهاش غرض. توتو هي توتو مش هاين عليها تفوتني يا سعيد. ومين قال اننا هنفرط فيك يا ست الكل؟ انت عارف البت هي اللي حيرتي ست عزيزة. نعمين يا اخوي.
انت مخبيه عني حاجه. وانا هخبي عنك ايه؟ انا شفت توتو امبارح على البحر، وشها مخطوف وصحتها مش هي. وكان بتعمل ايه هناك؟ مش عارف، كانت من دي ظهرها للبلد ووشها للبحر زي الصيادين اللي بتسمروا دم النوى، وكل حته فيهم بتدعن البحر يهدى. اقعد جنبك ولا تتضايقي. اهلا يا عم خميس، بقالك زمان غطسانه ما حدش بيشوفك. يعني هروح فين؟ اللي بنبات فيه بنصبح فيه. ايه ورده، زيك ما انش الاوان علشان تشيل الهم. انا كويسه ومبسوطه الحمد لله. ومبسوطه من ايه؟ من ما انا مفيش حاجه ناقصاني ولا حاجه جدت عليكي. قصدك ايه يا عم خميس؟ على راي سعيد بيه واقفين محلك سر، لا حاجه بتفرح ولا حاجه بتبكي. هو انت مش مبسوط يا عم خميس؟ انا خلاص ما بقتش حاسس بحاجه، كلها محصله بعضها. ما جاتلكش اخبار من حسين؟ حسين؟ حسين مين؟ حسين ابنك. حسين ابني؟ حسين مات. مات؟ لا. ايوه مات. توتو 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 توتو، مالك يا بنتي؟ مالك توتو توتو؟ هتفوق حالا، ارجوكم بعد كده ما تجهدهاش. ايش مالها يا دكتور؟ ايه اللي جرى لها؟ صدمه عصبيه، وده مش لازم يحصل تاني. احسن مش كويس عشانها. هاتولها الدواء ده وانا همر عليها بكره. شكرين. والنبي يا معلم خميس، خليك انت جنبها هنا لحد ما اخطف رجلي اجيب الدواء واجي. انا يا استاذ عزيزه. مع السلامه يا دكتور. شكرين قوي. متشكر. خميس فتحت. حسين، الحمد لله على سلامتك يا توتو. هو حسين ما صحيح يا عمي؟ لا طبعا يا بنتي. صحيح؟ امال ايه اللي خلاك تقولي كده بس؟ من دقتي، لانه جاب دماغ الارض، لانه خرج عن طوعه وعملني ما اتحكى في وسط الناس. ما تظلموش يا عمي، ده لو ما كانش هاجر كان. انت كنت عارفه يا توتو؟ ودي هتفرق في ايه يا عمي؟ لو قلتي لي كنت عرفت ازاي امنعه. ان شاء الله احبسه حتى. لغايه امتى يا عمي؟ لغايه ما تنفك عقدته يعني. مش يمكن هو شايف مصلحته في السفر يا عمي؟ ابوه ملوش حساب عنده. ايوه يا مدام، اسف يا مدام، مفيش غير صنفين والصنف الثالث ناقص. يوه، يعني العلاج هينفع من غيره؟ لو سيادتك تدوري في جزخانه ثانيه اعتقد انك هتلاقيه، بس عايش شويه لف. يعني لولا الصدفة ما كنتش عرفت بحالك. وانا السبب يا سعيد يا اخويا. من غير ما تقول لي يا خميس يا اخويا، هو في حاجة تعملها انت وما تتعقدش؟ اسم الله عليك انت اللي ما حد فاهمك، ان كنت بيه ولا ابن بلد. يا خبيث. خميس. لا خبيث، خلي الطبق مستور، ده انا اخوك الصغير. ايوه اخويا في الرضاعة. توتو ما صدقيهوش، ده عمره ما شاف رضاعة، ده اتولد زي ما هو كده. ايه ده؟ انتوا عمالين تضحكوا وانا دايخة السبع دوخات على الدواء؟
ودايخه وانا موجود؟ مفيش حد هيجيب دواء توتو الا انا. هاتي روشته يا ست عزيزه. ايوه بس الاجزاكي بيقول انه موجود بس عايز شويه لف. انا بتاع اللف وانا بتاع الضرب. اتهمت. انا وانا حاسب يا معلم البنت عيانه هتفطسها يا معلم. دي عيانه. مفيش. هتتعب روحك على الفاضي. مفيش في البلد النوع ده. انا بصراحه لفيت كتير ومش هتلاقي. انما انا عندي صنف تاني. وده يقضي نفس المفعول؟ دي اصلها حقن عشان الحامل. نعم؟ عشان تثبيت الجنين. ما تجيبش سيرتها قدام حد خالص. حاضر يا معلم. وخصوصا توتو وحسنى. حاضر. اوعى. عصافير حسين وحشني قوي وغيبته طالت عليا. عقلي يا توتو اللي ينساني ننساه. مش معقول حسين ينساني. ده اللي بينا ما يتنسيش. خليكي متعلقه بواحد ما عبركيش حتى بجوابي برد نارك والله يطمنك على اراضيه. الغيب حجته معاه. طب قفلي يا اختي بقى لحسن امك مش ناقصه تلكيك. اتفضل يا دكتور. صباح الخير. لا ده انت النهارده لازم تتبخري. دي ما دقتش الزاد من امبارح يا دكتور. ما يهمش. الحقن دي هتغذيها وهتغذي الجنين كمان. قلت ايه يا دكتور؟ امال انتوا فاكرين الجنين ما بياكلش؟ ده بياكل زي الام تمام. وانت طبعا ست اللي عارفين يا ست عزيزه. ريحيها على قد ما تقدري. اذا كنت عاوزه تفرحي بولد والدك. السلام عليكم. افرح افرح بايه؟ افرح بايه؟ بالمصيبه اللي جاتلي؟ اعمل ايه بين الناس؟ اعمل ايه بين الناس؟ اعمل ايه؟ اعيش ازاي؟ اعيش ازاي؟ اعيش ازاي؟ خربت بيتي. ردي عليا قولي لي هنعيش في وسط الناس ازاي؟ هعيش في وسط الناس. حرام عليك خربت بيتي يا ستي. بوتك يا فجرة. الحقني يا عم خميس. مالك يا بنت؟ خالتي. مالك؟ هتموت توتو. هتموت توتو. ايه يا عملت ايه؟ يا كلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه يا توتو؟ ليه عملت كده؟ يا معلمة هتموت دناكي. ما انا لو طايلاه كنت موت دناكي انت يا معلم خميس. دنايا حسين غدر بيها وساب لها دناء وهرب. عشان كده كنت بتدافع عنها يا بنتي. معلش توتو في عناية يا أستا عزيزة. وعنين الناس هنعمل فيها ايه؟
خدها عند اختي في طنطا بعيده عن عينين الناس. وترجع شايله حملها على كتفها. نسيبه هناك. مفيش غير حل واحد. ننزله. لا. شمار يا استاذ عزيزه. بقول لك ايه يا معلم خميس؟ سعيد بيه كان كلمني عليها. انا حاجه واسهال. لا إله إلا الله. لداري عيبها مش هيضرب اللي هي فيه. يعني نداوي الغلط بالعيب ونعمل الراجل شماعتنا؟ ما هو الغلط من عندك قبل ما يكون من عندي. عندك حق. رضا إن الضلمة سترانا ما بقاش عندنا كسوف. حسبي لك الزحلقة يا توتو. الحمد لله على السلامة يا توتو. الله يسلمك. وليدي كنت ماشي رايحة فين؟ توتو اديني هجرة. أنا
أنا مش عارف، مش عارف حاجة أبدا. أنا كلمت والدتك عشان أجيلكم الليلة، مش هتكوني موجودة سعيد بيه؟ مش هقدر. يبقى ماليش قيمة عندك. ده عشان قيمتك عندي مش هقدر، مش هقدر أغشك، مش هقدر أخدعك زي ما انخدعت. أنا عارف كل حاجة يا توتو. عارف إيه؟ كل حاجة. تعالي نسند على بعض، الدنيا لسه ما خلصتش. عنها يا ابو حسين. ايوه بس عاوز اقول لك اكبر بخاطر البنت يا ابو حسين. ايه حكايه ابو حسين دي؟ ما انت طول عمرك بتقول لي خميس. انت عاوزنا اقول ايه يا سعيد؟ توتو هي اللي قالت لي، حكيت لي على كل اللي حصل وبأمانة. ورضيت؟ توتو بنت المرحوم المعلم فهمي، أخويا وأخوك. فرحها يفرحنا وجرحها يجرحنا يا خميس. مبروك يا سعيد، مبروك يا اخويا سعيد. وانا كمان بحب توتو، واحبها اكتر لما توهبني ولد يورثني. يا رب ولد. ربنا يعوض عليك وينولك اللي ببالك. يا رب ولد. مبروك يا سعيد ولد. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا أم. أم مين؟ سميه أنت. نسميه صبري. ولا صبري أنا؟ صبري وصبرك، صبرنا كلنا. سلام، انت لسه فاكرني؟ قصدك ايه يا توتو؟ ايه ده؟ وفاكر اسمي كمان؟ ده انا ليل ونهار في البيت ده ما بسمعش غير صبري صبري. اصلي بحبه يا توتو. لدرجة انه ينسيك توتو؟ انا كل ما بشوفه بشوف توتو. وانا لما بشوفه بشوف قلبك الكبير، صدقني بشوفك انت. ولا حاجة يا فندم. يا ولد بطل شقاوة، ما تدلعوش. معلش.
فاضي انزل. لا انا بدوخ من الرجاح. سعيد لو وقعت هتكسر. لو وقعت هنكسر انا. امسكني يا صبري. لا امسكي بابا. هدوخ يا سعيد. ابنك هو السبب، انا ماليش دعوه. اخصى عليك يا سعيد، اخصى عليك. حسين ابني بعينه يابا. اهلا بيك يا ابني. حمد لله على السلامة. ازيك يابا؟ وحشتني قوي. انت اللي وحشتني اكتر. كده الغيبة الطويلة دي يا حسين كانت على عيني يابا والله. وايه اللي فكرك بينا؟ انا عمري ما نسيتك ولا نسيت بلدي واهلي. ده انتوا كنتوا عايشين في دمي. يا ترى جاي ترانزيت بقى ومسافر؟ لا انا خلاص بقيت كويس ومعايا فلوس ومش ناوي اسافر تاني ابدا. اهلا بيك يا ابني. اهلا بيك. ادي فرحتي بصحيح. تعال تعال يا عم تعال. و ازاي الحال يابا؟ زي ما انت شايف الكازينو لسه مفتوح. والمينا بتشغي. والفرن وست عزيزه و وحزنة وتوحيدة عايشين. نفسي املى عيني منه. وسعيد بيه لسه بيلعبك دومنا؟ ما عدتش بشوفه. ليه؟ اتجوز وعبالك. ايه ده؟ سعيد بيه اتجوز؟ ربنا اكرمه واكرم توتو وجماعهم في الحلال. توتو؟ توتو مين؟ ربنا لما بيريد السعد بيقول كن فيكون. توحيدة اتجوزت سعيد بيه؟ وربنا رزقهم بعيل صغير كده مخلي لهم البيت جنة. كمان؟ توحيدة تعمل كده؟ يعني هتطلع احسن من مين؟ هتطلع احسن من امنا حواء؟ ده ما كانش فيه قدامها غير راجل واحد وبرضه بعته بابليس. طب ليه؟ ليه تعمل فيا كده؟ ليه ما استنتنيش؟ هما كده مالهمش الا اللي قدامهم. ثم انت محروق ليه؟ انت دلوقتي تقدر تتجوز ست ستها. وانا كنت بعمل ده كله عشان اتجوز ست ستها؟ عشان اتجوزها هي. طب هدتك بومبا. طب ليه؟ اسالها هي بقى. متتأخرش يا ماما لحسن الأكل يخلص. يعني مش هتسيب لبابا حبة؟ نفكر. يلا يا شاي. مش هتأخر يا توتو. طيب اطلع حلمي. توحيدة توحيدة انا حسين. تعالي تعالي. ازاي
ازيك يا توحيدة؟ انت جيت امتى؟ امبارح بالليل افتكرت عليكي مستنياني في الفرن. الحمد لله سلامة يا حسين. الله يسلمك يا توحيدة، مبروك. عقبالك لما تعترف بنت الحلال تساعدك. وقت انا اتجوز غيرك يا توحيدة؟ حسين بلاش نتكلم في الحكاية دي. وده ابنك؟ انا اسمي صبري، وانت اسمك ايه؟ انا حسين ابن عم خميس. انا مشوفتكش عنه. كنت مسافر، كنت بلم المهر اللي هتجوز بيه. هتتجوز مين؟ كنت هتجوز انسانة وعدتني بالحب ونسيت وعدها. انت اللي نسيت يا حسين. ولا لحظة ولا ثانية، انا كنت بكتب لك بدموعي. ما تكذبش علي، انت ما كتبتش. انت اللي كتبك بقاله ثمرة بين ايديك اهو. ارجوك تسيبني يا حسين، صحيح زمانه جاي واللي كان كان، ربنا يوفقك. ازيك يا حسنى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مش معقول. انا برضو اللي مش معقول. حسين ايه اللي جابك بعد ده كله؟ قلبي، قلبي الغبي اللي دسته توحيدة بجزمة ذهب لبسها لها سعيد بيه. ما تبقى الظالم، يعني كانت هتعمل ايه وابنك في بطنها وانت ولا انت هنا؟ يا نصبتي. ابني انا؟ انا قلت ايه؟ صبري يبقى ابننا؟ والنبي ما انا عارفه اهم كانوا بيقولوا. ما هي ملهاش تفسير غير كده. انا قلبي كان حاسس. وتوتة توتة فرقت الحدوتة، مش تنام بقى؟ ها؟ انتوا لسه صاحيين. ماما مش راضية تنام لما انت تحكي لها حكاية. قلتش حاجة انا؟ طب ما تحكي لها انت حكاية. لا انت اللي بتعرف تنيم. اديك جبته لنفسك، اتفضل احكي له بقى. احكي 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 حكايه الراجل اللي كان عايش حزين وحيد من غير مراته وابنه. ليه؟ كانوا فين؟ كانوا تايهين. هو اللي من غيرهم كان تايه. وبعدين لقاهم. وبعدين لقوه. ما كانش مصدق فرحته بعد مشواره الطويل. ما كانوش مصدقين انه هيرضى بيهم. كل يوم بيدعي يا رب كمل جميلك وخلي لينا. كمل جميلك وما تحرمنيش منه. انا خارج. رايح فين؟ في مركب سوحة هتوصل بعد ساعة، خلاص وبجيلك على طول. ما تتأخرش. يا جدعين تحت. رايح فين؟ رايح لهم طبعا، رايح لابني. ومين هيقول ان ابنك؟ انا هقول، وهي كمان لازم تتكلم. هتفضح روحها يعني؟ بالعكس، دي هتنقذ روحها وروحنا كمان. قولي من فضلك، هو حسين رايح فين؟ ما تسيبه في حاله بقى، راح لابنه. في مانع؟ حسين هيك زي الطر وراح لتوتو في البيت. ايش عرفك؟ ما هو كان عندي في الفرن وبس يا خالتي. بس سلام، ما تبسك، لازم وقعت بلسانك كده. طب لا والنبي يا خالتي. ايوه يا حسين، ممكن اتكلم معاك شويه يا توحيده؟ هنا
دلوقتي الوقت متأخر. عمر الوقت ما يبقى متأخر على الحق أبدا. قصدك إيه؟ ما هو مش معقول كده. لا تطلعي لي أدخل لك. أنت وحيدة. إحنا عمرنا ما فرقنا باب. اتفضل. وحيدة أنا حسين ابن المعلم خميس. الصالون بتاعنا اسمه أوضة المسافرين وعندنا دولاب فضية حاطين فيه طقم الشاي المذهب وما بنطلعوش إلا للضيوف. أنا مش ضيف يا توحيدة. قصدك إيه يا حسين؟ قصدي إني ما اتغيرتش. حتى لو اتغيرت كل حاجة كنت راجع علشانها. أحيانا الظروف بتخلي الواحد يتغير غصب عنه. ابدا. الظروف يمكن تغير بصة العين لكن ما تغيرش بصة القلب. تعرفي يا توحيدة اول ما شفتك ما خدتش بالي من تسريحة شعرك ولا الصيغة ولا اللبس ولا أي حاجة متغيرة فيك. ما شفتش غير الغمازتين اللي كانوا دايما يلعبوا بقلبي. لفتة الغزال النمرود اللي بتهوزني. لمعة عينيكي اللي بتخطف قلبي. حتى لو مش بصالي. بصة قلبي ما اتغيرتش. بصي لي يا توحيدة. أنا اتغيرت. مش كتير. بس مريت شوية و ربيت شنبك. وطلع لك شعريتين بيض. آه دي مين ده؟ آه ده الله. دول ما طلعوا ليش إلا هنا بعد ما وصلت. بعد ما عرفت اني توحيده ما بقتش بتاعتي. نصيبنا كده يا حسين. نصيبنا من حقنا ومحدش غيرنا له حق فيه. انت عايز تقول ايه يا حسين؟ انت فاهمه قصدي كويس. مش انا كمان اللي بغش يا توحيده. انت كنت فين علشان اغشك؟ انا هنا دلوقتي ومن حقنا نرجع لبعض ونعوض اللي فاتنا. مش ممكن. ليه؟ ما اقدرش. عشان خاطر سعيد؟ ما اقدرش. ما اقدرش اتخلى عنه بعد اللي عمله معايا. طب ارجعي لي عشان خاطر صبري. انا كمان ما اقدرش اتخلى عنه. صبري؟ ابني. الكلام اللي بتقوله ده مش ابني سعيد. عمره من عمري غبتي ولا هتنكري عليا دم قلبي. لا يا حسين ما تفتحش جرح قديم. ما صدقت اني قفلته. لا ما اتقفلش. لسه عايش واسمه صبري. نعم. صبري ابني من صلبي. صبري ابن الحب والحرمان. ابن الدموع اللي بكيناها والليالي اللي سرناها. ابن الاحلام اللي بنيناها. صبري ابننا ولا لا يا توحيدة؟ خلاص ارجعي لي. يتربى بينا ونعوض كل اللي فاتني وفاتك.
ايه اللي جابك هنا؟ رد عليا، ايه اللي جابك هنا؟ انتوا عارفين كويس انا جاي عشان مين؟ انت ناسي ان توتو في عزمة راجل؟ انا جاي عشان صبري، طبعا عارفة صبري ده يبقى مين؟ انت تخرج دلوقتي من هنا حالا. من غير صبري مش خارج. من غير صبري مش خارج يا كلب. اما خميس انت فاهم نفسك ايه؟ انا ابوه دلوقتي بتقولها يا جبان؟ انت صحيح مفيش في وشك ريحه الدم. انا ما غلطتش ما غلطتش لما تخليت عنها وهي في عز ازمتها، لما سبتها ليس رهيطي لا عاد ولا حبيب. ما انا كمان كنت مطحون زيها. طب ده انت ما صدقت فكيت وقلت عدولي. لا انا عمري ما كنت نادل. لو كنت رديت على تليفوني كنت عرفت حقيقتي. وانت لو كنت رديتي على جواباتي كنت سبت الدنيا ورجعت لك. انت ما بعتليش جوابات يا حسين. وحياة النار اللي كنت فيها بعتلك 11 جواب ب11 صورة. بعتهم على فين يا حسين؟ على الفرن. راحت فين الجوابات دي يا نينا؟ يعني هي الجوابات اللي بعتها كانت هتخلصك من اللي في بطني ولا تربيه؟ حسن؟ حسن ان حسين بعت لي جوابات على الفرن؟ ما تخربيش على نفسك يا توتو. شوف يا بنتي انت كنت في ايه وبقيت في ايه؟ جات لي جوابات من حسين يا نينا؟ جات لك زعقه من عند النبي يا شيخه لما تجحك وربت لحمك اللي مالوش دية. اتكلمي. اتكلمي. استلمتي الجوابات دي يا نينا؟ استلمتيهم؟ استلمتي 11 جواب كنت بموت على واحد منهم؟ ما اعرفش. عملتي بيهم ايه؟ ها؟ عملتي بيهم ايه؟ حرقتهم. ارتحتي؟ حرقتيهم. انت حرقتيني انا، حرقتي هو، ظلمتيني وظلمتيه، ظلمتي ابنه معانا. ابنه دي ما تجيش على لسانك ابدا. لا هتقولها وانا هقولها وهتسمعوها برضاكم غصب عنكم. صبري ابني وانا ابوه. بابا. ايوه يا حبيبي. الظاهر جيت في وقت غير مناسب. انتوا واقفين ليه؟ ما تتفضلوا. معلش نستأذن احنا. ودي تيجي يا خميس. احنا عرب بنموت في الكرم. حتى لو كان على حساب روحنا. وانت عارف انا طول عمري كريم. فرصة تانية. أحسن من دي. مش معقول هتتكرر تاني. وبعدين ما تنساش دي أول مرة حسين يخش فيها بيتي. قصدي بيتك يا سعيد بيه. كان لازم اجيلك واتكلم معاك. حسين تحت امرك. البيت واللي فيه تحت امرك. كنت عايز اقول لك ان صبري ابني. ماله لازم اتشاع عليك؟ هو دايما كده من يوم ما اتولد وهو تعبني ياما وراني الويل. فاكر يا توتو؟ فاكره لما جات له حمى 3 ايام بلياليهم وهو قاعد على حجري ما اتنقلتش من جنبه. الدكتور كان بيكشف عليه وهو على حجري. تودو كان بيتغير له وهو على حجري. 3 ايام بلياليهم ما غمضتش عينيا، ما غمضتش غير لما فتح هو. ولما فتح قال بابا. ودي بالنسبة لي كانت الدنيا كلها. الدنيا اللي اديتها له واديها لي. الدنيا اللي عملتها له وعملها لي. الدنيا اللي مش ممكن اتنازل عنها لأي مخلوق إلا لو خلصني منها الخالق. فاهم يا حسين؟ أنا مش قادر أتصور إزاي تقبل على روحك إنك أقبل. أرفض. أنا حر. أيوه بس صبري ده يبقى صبري بالنسبة لك غلطة، إنما بالنسبة لي حب. بالنسبة لك لحظة، وبالنسبة لي عمر. أنا اخترت ابني واخترت امه من غير خداع ولا غصب.
مستعد اعوضك كل اللي صرفته. اللي صرفته ما يتعوضش. واللي عندك ما يلزمنيش. واللي عندي ما يعرفكش. يا ريتك ما رجعت يا ابني. وعيش محروم من ابني. سافر. ارجع للبحر تاني. سافر. معاك حق. معاك حق. هقعد هنا ليه؟ ماليش مكان بينكم. حاضر. هرجع للبحر تاني. هرجع للبحر. بس ما تظلمونيش. تخلوني على بالكم. أنا سايب روحي أمانة بين إيديكم. حتى لو غبت على طول. خلوني على بالكم. يلا بينا يا استاذ عزيز. تصبحوا على خير. صباح الخير يا توتو. صباح الخير يا سعيد.
انت صحيت؟ هو انا نمت خالص. ما نمتش؟ وهي دي ليلة لوحدي نام فيها توتو. انت عينيكي كمان بتقول انك ما نمتيش فعلا. معلش انا السبب. لا هروح انا احضر لك الفطار. اسمعي يا توتو، تعالي نتمشي على البحر نشم الهواء. ومهما طال الليل لازم النهار يطلع. سيد انت عايز تسيبني؟ انا عاوزك انت تسيبيني زي ما تقاسمنا السعادة اتقاسم العذاب. عشان حسين؟ عشان الذكرى تبقى حلوة، والذكرى الحلوة هي الحاجة الوحيدة اللي بتفضل. حرام عليك يا سعيد، انت كده بتهسي بروحك. لا يا تودو، عذابي على ابني ما خلفتوش اهون من عذاب ابوه. بس انت ذنبك ايه بعد كل اللي عملته علشان؟ ما تخافيش عليا يا تودو، انا بددت تذاكر السفر مع حسين، انا خدت الذهاب وهو خد العودة. حسين زمانه جاي. اتصلت بيه؟ اي لازم اوصلك بنفسي لبر الامان. نامي في دراعي وحاطيني